أوروبا بتبدأ إجراءات غير مسبوقة لوقد المحتويات التي تروج لخطابات الكراهية والعنف من خلال قانون اسمه DSA أو قانون الخدمات الرقمية، واللي دخل حيز التنفيذ. إيه هو القانون ده وإجراءاته وهيتم التعامل معاه إزاي؟ وهل الدول الغير أوروبية هل من الممكن أن تقاضي أفراد داخل المجتمع الأوروبي تقع تحت طائلة هذا القانون؟ كل ده اللي هنعرفه من ضيفنا على الهاتف، المهندس وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية. مهندس وليد، برحب بحضرتك معنا يا فندم. يا أهلا وسهلا بحضرتك وكل المشاهدين يا فندم. أهلا بيك يا فندم. قانون DSA أو قانون الخدمات الرقمية، يعني كنا بنتكلم أن في أوروبا في مشكلة، أو الناس بتتكلم أو بتقول أو بتنشر أي محتوى تحت ادعاء حرية الرأي والتعبير. أوروبا خلاص هتبدأ في تنفيذ هذا القانون، عايزين نعرف أكتر عن تفاصيل الموضوع ده. شوف يا فندم، احنا كمتخصصين احنا عايزين يعني نرى الخبر كقراءة وفي تسنيد اذا سمحت لي طبعا من الناحية الفنية، لكن الناس هدف طبعا القانون بيعزز الثقة والأمن في الخدمات الرقمية من خلال تحديد إطار قانون السلوك المسؤول للمنصات. بمعنى ان احنا دايما في المجتمع المصري كمصر على وجه الخصوص او في الوطن العربي بشكل عام في قانون بيجرم فعل الجرائم الالكترونيه من الداخل، يعني بيقنن ما بين المستخدم وما بين مزودي الخدمه، وفي في النص الجهه المسؤوله او منوطه بالقانون تقدر تحاسب الاشخاص اللي بتنشر الشائعات او بتنتحل ثقه وخلافه. لكن على المستوى العالمي ان يكون في قانون دولي، يعني قانون دولي يحكم المعاملات من خلال تنفيذ او انفاذ القانون على مزود الخدمه. بمعنى وليكن تويتر اللي دلوقتي اكس، والفيسبوك، يوتيوب، ايا كانت المنصات دي، هل المنصه لما تنشر خبر واحنا كمستخدمين عملنا ابلاغ او الحكومه عملت ابلاغ ان المحتوى ده ان اصحاب المنصه تاركين هذه او تارك هذا المحتوى على المشاع رغم ان هو يسيء لبعض الدول كاخبار او زعزعه الراي العام؟ تمام. للاسف مفيش دوله على مستوى العالم، شوف انا من ساعه ما حضرتك بتقول الخبر ده مفيش ولا دوله على مستوى العالم قدرت تقنن القانون ده الا ما عدا القانون الالماني، المانيا. وبعد كده هرجع للقانون. المانيا بتعاقب قانونا اي منصه او مسؤولي المنصات الاجتماعيه بغرامه قدرها 50 مليون يورو اذا تم رصد وتقنين ما يلي. في بالاجماع وبالفحص الفني ان اصحاب المنصه او مسؤولي المنصه تركوا هذا المحتوى على المشاع، رغم ان في نص بيقول ان المحتوى ده غير لائق، يهدد الامن ويزعزع الامن الاستقرار الوطني او الامن القومي، او هو بيشهر لجهه ما او مسؤول ما، يغرم ب 50 مليون يورو. فالنهارده حضرتك دلوقتي على تلفزيون مصري بتقول ان في قانون، نعم في قانون للخدمات الرقميه للاتحاد الاوروبي اللي هو الاختصار DSA، الغاء منه ان يحاكم او يقاضي او يقنن مزودي الخدمه، وده فريد من نوعه. ليه اوروبا لجأت لتنفيذ القانون في الوقت الحالي يا دكتور؟ لان هو بالفعل دلوقتي في تقصير او في قصور من مزودي الخدمات او مسؤولي المنصات الاجتماعيه واسمائها معروفه، افتح قوس كل الاسماء معروفه، يعني استغلال الاطفال، ترويج الاباحيه من الناحيه السياسيه، كل ده موجود. يعني عايز اقول لحضرتك حتى المصريين اللي بيتابعونا دلوقتي اللي حضرتك بتشوفه على السوشيال ميديا والزخم اللي موجود على السوشيال ميديا ده مش في مصر بس، ده موجود على مستوى العالم. فأوروبا عندها قلق من هذا الشأن، فبالتالي بيتم قانون، والقانون ده حضرتك بأن حضرتك بتكلم ده في الربع الأخير من 2023 سيتم تنفيذه، ويكون حيز التنفيذ في أول يناير 2024. طيب قبل ما نتكلم عن استفادة دولة زي مصر أو علاقتنا بقانون زي ده، عشان احنا ليه بنقول الكلام ده، هسأل حضرتك بس سؤال خاص ب المسائل اللي زي دي. هو مين في الحالة دي اللي بيحدد إذا كان المحتوى ده
يقع تحت طائلة البنود العشرة أو المواد العشرة اللي تضمنها القانون؟ 11 مادة كمان. تمام، هم 12 او ماشي، واهمهم رقم 210. لو احنا جينا قلنا مثلا المحتوى غير القانوني، احنا قلت كده قلنا المحتوى غير القانوني، والمشاهدين دلوقتي سامعنا وشايفيننا، هل خطاب الكراهيه يبقى تحت المحتوى غير القانوني؟ نعم. التحريض على العنف، الدعايه الدعائيه، الدعايه للعبوديه، استغلال الاطفال، المواد الاباحيه للاطفال، يبقى حضرتك هتقول لي ايه؟ انت بتؤيد رايي وانا بؤيد نص القانون. تمام. كل الكلمات دي او كل العبارات دي اذا كانت على المنصه المدعوه في نشرها مثلا، فاذا دلوقتي الجهات المختصه بتبلغ ايه؟ الجهات المعنيه في البلد اللي فيها اللي بتطبق القانون. لا، ما هو بص حضرتك، احنا دلوقتي المنصه تابعه لاحدى الدول. يعني انا دلوقتي الخطاب ده او المحتوى ده موجود على منصه ما، والمنصه دي تابعه لدوله ما. مظبوط. فانت عارف انت هتودي هتبعت الريبورت او التقرير لمين؟ للمنصه. للمنصه. اه. وبدلا ما اقول كده، ما في جنسيات مثلا، يعني مثلا انا عندي مثلا وليكن منصه مثلا زي تيليجرام، هو روسي، ويشات صيني، لاين ياباني، تويتر مثلا وفيسبوك امريكي. انا بضرب على سبيل المثال ان كل منصه تابعة لدولة ما، فأنت هتعرف توجه الخطاب بتاعك لمين؟ للمنصة. هنا في غرامات يا فندم. أنا في بداية مداخلتي بقول لحضرتك الدولة الوحيدة اللي كان عندها الجراءة وفرضت عقوبات وغرامة 50 مليون يورو ألمانيا. إحنا النهاردة أمام قانون يغرم المنصات بقدر 6% من إيرادها العالمي. وده مبلغ كبير. مبلغ ضخم إزاي؟ ما ده دي حاجة رادعة. إذا تم ثبوت وقصور هذه المنصة أمام الرأي العام الدولي إن هذه المنصة بتترك الخطاب مثلا اللي هي المحتوى الغير القانوني وغير الأخلاقي وإلى آخره، هنا بيتم تغريمهم 6% من إيرادات أو الدخل المادي على مستوى العالم. فبتتحسب يا فندم. طيب. حس كده أنا في دولة زي مصر لو في حد بره يعني مصري هارب مثلا او في دوله اوروبيه ونشر محتوى بيحض على الكراهيه، على العنف، على الارهاب، على اي حاجه مخالفه للقانون، التعامل في الحاله دي بيكون ازاي؟ هذه الاشاره، يعني اولا انا بشكرك على هذه الاشاره لان ده برضو من صلب الموضوع. بمعنى احنا هنا دلوقتي كجهه منوطه وتم رفض هذا المحتوى على احدى المنصات المذكوره وبيتم رفع المحتوى في دوله اوروبيه. فاحنا دلوقتي لما بنخاطب المنصه وبنقول احنا نشير لهذا الرابط وهذا المحتوى اللي صاحب هذا المحتوى فلان الفلاني اكس وليكن من الشخصيات، المفروض ايه اللي بيحصل؟ يتم رفع او ازاله او حجب هذا المحتوى ومحاسبه الشخص وتغريم المنصة بالتبعية. أيوة. شوف إزاي أنا بقولها لك تفصيلا، جملة وتفصيلا بالطريقة دي. طيب إحنا دلوقتي عشان نحمي نفسنا من الرأي والرأي العام ونخاف على مجتمعنا من البلبلة اللي بتحصل لحين ثبوت العكس. أيوة. إحنا دلوقتي الشخص اللي بيطلع ده عمال يقول في اللايف مثلا في الحاجات المباشرة أو اللايف بث المباشر أو المنشورات بتاعته، بعدين بقى ما أثبت العكس يكون عدى اليوم بقى في ريتش عالي اللي هو الوصول. أيوة. او الانجيجمنت اللي بيحصل من خلاله الترند المشاهدات، انت هتواجه امتى؟ فاحنا محتاجين هذا القانون. تمام، دي النقطه اللي احنا كنا عايزين نوصلها. المهندس وليد عبد المقصود استشاري امن المعلومات ومكافحه الجرائم الالكترونيه، بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا وتوضيح الامر للساده المشاهدين عن قانون DSA اللي هو قانون الخدمات الرقمية اللي هيتم تنفيذه في أوروبا من يناير 2024.